النهارده بطرك اثيوبيا زار مصر لاول مره منذ تنصيبه ابونا متياس الاول بطرك الاثيوبي. العلاقه طبعا بين الكنيسه الاثيوبيه والكنيسه المصريه هي علاقه قديمه يعني تذهب الى عشرات السنين. خلونا نشوف هذا التقرير عن هذه العلاقه ونرجع نتحدث عن زيارة بطرك الكنيسة الإثيوبية للكنيسة المصرية. زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه 2013، استقبلت الكنيسة المصرية بمقر الكاتدرائية بالعباسية البابا ماتياس الأول بطريرك إثيوبيا على رأس وفد كبير من أحبار الكنيسة الإثيوبية. وكان في استقباله البابا تواضروس الأول بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. علاقة تاريخية جمعت بين الكنيستين المصرية والإثيوبية تعود أوصالها إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، حين قام بابا الإسكندرية أثناسيوس الرسولي بصيامة أول أسقف لإثيوبيا وهو الأنبا سلامة في عام 330 ميلادية. ومنذ ذلك الحين جرى التقليد أن يكون رأس الكنيسة الإثيوبية هو أسقفا مصريا يرسله بابا الإسكندرية، وبذلك تعتبر كنيسة الإسكندرية هي الكنيسة الأم لإثيوبيا التي أصبحت بذلك جزءا من كرازة مار مرقس الرسول. واستمرت كنيسة الإسكندرية في صيامة وإرسال مطران كرسي إثيوبيا حتى عام 1959، حين توجت كنيسة الإسكندرية الأنبا باسيليوس كأول بطريرك إثيوبي للكنيسة الإثيوبية بعد مراحل من المفاوضات بين الكنيستين استمرت من عام 1941 إلى عام 1959. علاقة وطيدة جمعت الكنيستين المصرية والإثيوبية لعصور، فمنذ دخول المسيحية لإثيوبيا على يد المصري فيرمنتيوس منذ 16 قرنا أصبحت الكنيسة الإثيوبية كنيسة قبطية على أرض إثيوبيا. مصري فؤاد، هنا العاصمة. زيارة تاريخية بالفعل. الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس، مساء الخير، كل سنة وأنت طيب الأول. وانت طيبة يا أستاذة نميس، ومساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين. أشكرك. كل المستمعين. أشكرك. يعني أهمية هذه الزيارة في رأيك؟ هي زيارة روحية من الدرجة الأولى، ولكن هي الحقيقة قادة الكنيسة الأرثوذكسية في إثيوبيا يمثلوا قطاع عريض من الشعب الإثيوبي، وكون يعني يجي ويستقبل بالحفاوة التي تليق بمقامه كرئيس للكنيسة الإثيوبية، وهو والوفد المرافق لي ومن قبل قيادات الدولة ممثل إن شاء الله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء إبراهيم محلب والسيد الإمام الأكبر فضيلة الشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب. ومن خلال استقبالات مختلفة في أماكن مختلفة وما دار في هذا اليوم في الكاتدرائية المصرية، يعني الانبهار والامتنان والفرحة الشديدة بين على وش الوفد الإثيوبي من صغيرهم إلى كبيرهم، ويعني أعتقد هم محملين برسائل سلام ومحبة هينقلوها لشعبهم. الشعب المصري شعب كريم وشعب محب وشعب بيحب الخير للآخرين زي ما بيحبوا نفسه بالضبط، وإن احنا يعني هم قالوا وعبروا عن هذا الكلام في أكثر من موقف. طيب أنبا بيمن، يعني تأتي هذه الزيارة دي تأتي وسط علاقات يعني
كانت متوترة بين مصر وإثيوبيا نتيجة بناء سد النهضة، ويعني رئيس سيسي بيهدئ من وتيرتها شوية، السلطات المصرية بتحاول يعني تنتهج نهج دبلوماسي. هل يمكن أن تساهم هذه الزيارة في تحسين العلاقات، ربما في يعني الكلام حوالين سد النهضة، ممكن تساهم إيه في هذا الأمر؟ شوفي يا أستاذة لميس، الحقيقة يعني فيه دلوقتي من الحكومة المصرية ومن الحكومة الإثيوبية في مفاوضين متخصصين، بس المفاوض لو في ضغط شعبي ونفسي سلبي عليه هيبقى قاعد بيتفاوض وهو متحفز، لكن لما يبقى في راحة نفسية وراحة قلبية وراحة فكرية عن طريق الطمأنينة من قيادات كنسية من قيادات دينية، قطعا سواء الوفد المصري أو الوفد الإثيوبي هيتفاوضوا في هدوء وفي ثقة متبادلة وفيه يعني أمور إيجابية. يعني أنت شايف أن هذه الزيارة ممكن تساهم في تحسين العلاقات وبالتالي تساهم أيضا في تحسين التفاوض بشكل ما؟ طبعا أكيد إن شاء الله، يعني لنا ثقة عظيمة وهم هيبقوا محملين برسائل سلام لبلادهم بطريقة الاستقبال ويعني والحفاوة والترحيب شعبيا وعلى المسؤولين لما يقولوا لشعبهم كده، قطعا قطعا بتولد رد فعل إيجابي جدا عند الشعب. البابا تودروس في اجتماعه النهاردة اقترح مجموعة من الاقتراحات، أظن لي يعني تعاون بين الكنيستين، اجتماع بين الكنائس الشرقية والكنائس البيزنطية، لو تقول لي بالضبط إيه هذه الاقتراحات؟ هو الحقيقة اللي بدأ بالاقتراح بكلمة قداسة أبونا متياس الأول بطريرك في إثيوبيا، هو اقترح مجموعة من الاقتراحات. فقدرت البابا رد عليه بسرعة شديدة جدا وقال له أنا موافق، بس دي هنحطها برنامج نبتدي الكنائس الأورينتال اللي هي الكنائس الشرقية اللي هي في الأول يقعدوا مع بعضيهم ويكونوا فكرة واحدة، وهتبتدي المفروض بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، وبعدين نقعد مع المجموعة الستة الشرقيين، وبعدين نقعد مع مجموعة الكنائس البيزنطية، كده نقدر نوصل رسالة محبة وسلام لكل شعوبنا ولكل بلادنا. وهنبتدي بعمل لجنة مشتركة بين الكنيسة الإثيوبية وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مراحل في التعاون المشترك الاجتماعي والروحي والتعليم الديني اللاهوتي، ويعني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية هتقوم بدورها طبعا، وهي الكنيسة الأم يعني الشرقية الأكبر طبعا، هتقوم بدورها التنويري المعتاد من مصر لما بتدخل طبعًا عند اي بلد شقيق. طب للعلم بس والمعلومات أمبا بيمن، غير شرقيا غير الكنيسه الارثوذكسيه المصريه والكنيسه الاثيوبيه الارثوذكسيه، في كنائس اخرى ايه شرقيه؟ الكنيسه الارمينيه والكنيسه الهنديه الارثوذكسيه والكنيسه الاريتريه والكنيسه السوريانيه سوريا، دول ست كنائس. ست كنائس. بشكرك شكرا جزيلا أنبا بيمن، أسقف نقادة وقوز.